إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وتابعيه وتابعي تابعيه بإحسان وتقوى إلى يوم الدين. معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله. التاريخ اعتبار، التاريخ بين الانكسار والانتصار، التاريخ معلم ذكي شاهد، يعلمنا ما به نحقق مقتضيات استخلافنا فوق الأرض. التاريخ يربينا، يعطينا، يعرفنا، يعلمنا، يبصرنا بأسباب الانكسار، كما يعرفنا بعوامل الانتصار. ومن الآيات الدالة على لزوم قراءة التاريخ قراءة اعتبار، قراءة تاريخ الإنسان فوق الأرض منذ بدء الخليقة، يعلمنا كيف نقرأ تاريخ الحضارات المتعاقبات عبر العصور، لنعلم على وجه القطع واليقين أن العلاقة بين الحضارات هي علاقة الأخذ والعطاء، والبناء الحضاري عملية تراكمية عبر الزمان. ومن الآيات الدالة على لزوم قراءة التاريخ قراءة اعتبار ما قال ربنا في سورة العنكبوت في الآية رقم 20: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. آيات عجيبة تدعون إلى ضرورة النظر والتدبر والقراءة والاعتبار. كيف بدأ الخلق؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه الآية رقم 20 من سورة العنكبوت، وقد وردت بهذه الصيغة في عديد المرات في القرآن الكريم. في سورة العنكبوت الآية رقم 20، في سورة الأنعام الآية رقم 11، في سورة النمل الآية رقم 69، في سورة الروم الآية رقم 42، ووردت بصيغة أخرى فسيروا، كما في سورة آل عمران الآية 137، حيث يقول ربنا جل جلاله: قد خلت من قبلكم سنن، دعوة إلى النظر في السنن. هذه السنن لا تعرف المجاملات
ولا تعرف المحابات من تعرف عليها وأحسن التعامل معه انتصر، ومن لم يتعرف عليها ولم يحسن التعامل معها انكسر. انتصار أو انكسار. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الآيات كثيرة تعلمنا، ترشدنا، توجهنا، تعطينا الموازين التي نزن بها الأمور. التاريخ انكسار، متى تتحقق الانكسارات؟ إذا تحققت أسبابها. فالتخلف انكسار، والتمزق انكسار، والتشتت انكسار، والعدوان على حقوق الإنسان انكسار، والتعدي على حضارات الشعوب بغير وجه حق انكسار. فأسباب الانكسار كثيرة. الظلم انكسار بجميع صور الظلم، وأكل مال الناس بالباطل انكسار، وإلغاء الآخر وعدم الاعتراف به انكسار. نتعلم من التاريخ إذن أسباب الانكسار من أجل تفاديها وتجنبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين والمرسلين. التاريخ انتصار. حينما نقرأ التاريخ نتعلم متى ينتصر الإنسان، متى يحقق مقتضيات الاستخلاف فوق الأرض ليبرئ ذمته أمام الله الذي ينتظره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال ربنا في آخر ما أنزل في آي القرآن في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. حينما نقرأ التاريخ نتعرف على أسباب الانتصار، وهي كثيرة والحمد لله. الأخوة انتصار، والوحدة انتصار، والمحبة انتصار، والتعاون مع الناس انتصار، والتعرف على خلق الله انتصار، كما قال ربنا في سورة الحجرات الآية رقم 13: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والاعتراف بالغير انتصار، والتعاون الحضاري انتصار. لذلك حينما نقرأ تاريخنا نجد فيه أسباب الانكسار بيقين، ونجد أيضا في حضارتنا وفي تاريخنا عوامل الانتصار. فحضارتنا مما تتميز به أنها متعددة الروافد، متعددة المشارب،
متعددة السواقي، هذا الذي أثراها وجعلها حضارة متعددة الأبعاد، لها بعد علمي لا ينكر، لها بعد رجولي رجلا لا ينكر، لها بعد قيمي أخلاقي تربوي لا ينكر، لها بعد اقتصادي فلاحي لا ينكر، لها بعد اجتماعي لا ينكر. فحضارتنا إذن متعددة الروافد ومتعددة الأبعاد ومستعدة لتتعامل مع سائر الحضارات بعلاقة الأخذ والعطاء. ولا بد علينا جميعا أن نقرأ التاريخ قراءة اعتبار لنتعرف على أسباب الانكسار وأسباب الدمار لنتجنبها ونتفاداها، ونتعرف في المقابل على عوامل الانتصار لنقويها، وبذلك نحقق مقتضيات الاستخلاف فوق هذه الأرض. ونسأل الله أن نلقاه وهو عنا راض. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا، اللهم زدنا ألفة وأخوة ومحبة وسعادة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.